سلام، اسمتي ماري باتول برونان. انا ممثله في المسلسل باستوف ديال مراد خاوجي. بيان سور، دونك انا درت واحد الفيلم اللي سميتو الجيلا ديال عثمان ناصري، اللي خرج في السينما في الاول ديال هذا العام. ودرت واحد الكليب مع غراندي توتو سيلويت، وكان ودرت دي سيري في نتفليكس عاد غادي يخرجوا، الكسندر دو جريت، لو تيستامون دو مويز، افغان دريمر، اي افون دي كور ميتراج، واحد كور ميتراج اللي تعرف سميتو فوالا ديال غابرييل نافارو. دونك انا سميتي ماري باتول برونان. انا الوالد ديالي فرنساوي والوالده مغربيه. كبرت هنايا في المغرب، وفاش عندي 9 سنين مشيت قريت في فرنسا ورجعت هنايا في المغرب. وكنموت على السينما، كان لي كنت صغيره وكنت باغي نكون ممثله، والحمد لله داكشي غادي و سا كونكريتيز الحمد لله. الموضوع ديال هذا المسلسل هو طلبه، المخرج كان باغي يهضر على هذا السوجي اللي فريمون واحد السوجي كبير هنايا في المغرب. والظهور ديالي هو الظهور ديال واحد السيده سميتها زينه، و فوالا غتلاقى بالبيرسوناج ديال اديب اللي بوينزا، وهي كتبقى مع محجوبه دنيا بوتازوت وباستوف عزيز داداس. وفوالا، ما نهضرش بزاف على البيرسوناج ديالي باش نتوما تعرفوا شنو كاين. نو با دو تو، الصراحه ما كاين لا علاقه ما بين زينه وماري باتول. مي بعد مرات كتشوفي دي بوان اللي كاينين، وبحال دي بتي زوندرو في الحشوميه. بعد مرات كتكون حشمانه شويه وبحال هكا. وي فريمون عجبتني لو رول اللي لعبت في هذا المسلسل، عجبني بزاف فريمون بزاف، حيت سي واحد الرول ظهور فريمون كومبلكس، نتوما غتفهموا علاش. وعجبني بزاف حيت كان خصني نخرج مني قريبا باش نقدر نفهم هذا لو بيرك. كو خص واخا دوزتي زعما، واخا وقع لك بزاف د الحوايج في حياتك وتكرفستي بزاف، وقع لك شي حوايج فريمون خايبين بزاف، زعما تقدر داكشي تبدل ويولي مزيان. زعما ماشي حيت حياتك بدات وكانت خايبه وما وصلتيش في البلاصه اللي بغيتي توصل، راه ديما كاين لا بوسيبيليتي باللي توصل فين باغي. هذا هو الميساج. انا الانستغرام ديالي عندي واحد البيو كاين الضحك والنشاط، داكشي اللي كنبغي. انا كندير من بعد مرات كندير الفيديوهات فين كندير لي بيرسوناج، تنحاول زعما ندير لي زيميتاسيون بحال هكا، والنشاط فاش كنسافر فاش كندير، زعما ما عنديش شي ديريكسيون مطراسيه في الانستغرام ديالي. بغيت نقول لهم راه حياه زوينه، واخا كاينين مشاكل في الحياه خصنا نبقاو نضحكوا، خصنا نبقاو نكونوا مزيانين مع بعضياتنا ونتعاونوا، حيت داكشي اللي كاين. تابعوني في لا باج انستغرام ديالي ماري باتول، وشكرا لكم بزاف، وغنتمنى لكم البيرسوناج ديال زينه. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.